اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن شريف عبد الفضيل. ازيك كابتن شريف؟ الله يخليك يا شرف ومنور. انا مبسوط سعداء جدا ان جدا انا معاك بوجودك والله معانا. النهارده، وكنت وحشني جدا اصلا. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا خلينا يخليك. نطلع نشوف تقرير عن كابتن شريف ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ذكريات، طبعا طبعا، حاجات حلوه كتير. بشكر طبعا كل المقيمين والمقدمين المقدمة الجميلة دي، وبشكرهم على الشغل الجميل اللي هم عاملينه ده. يعني ربنا يخليك كابتن شريف. خليني ابدا معاك الاول، عايز ابدا معاك بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. والحقيقه ان هناك في شغل كبير جدا معمول في قطاع الناشئين على مدار السنوات الاخيره، واعتقد ان الفريق الاول بيجني ثماره من ما يحدث خلال الفتره الاخيره. اكيد يا كابتن اسلام، يمكن احنا اكتر فتره نقدر نقول فيها كده الفتره في ايام مستر سوارش لما كان موجود في القياده الفنيه للفريق الاول، عندما كابتن محمود الخطيب اصدر قرار ان يتم الاستعانه وراحه جميع اللاعبين للفريق الاول والاستعانه بجميع اللاعبين الناشئين، فاحنا كنا على اتم الاستعداد. انت جبت لعيبه الحمد لله خاضت مباراه قويه جدا مرة واحدة تحت ضغوط كبيرة جدا وتحت تقييمات رهيبة. صحيح. وقدروا ان هم في وقت قليل جدا الحمد لله يقدموا مستوى عالي جدا. مظبوط. نادي انبي ونادي الاتحاد، وقدرت تكسب ده هنا 4 وهنا 2، ويعني عملت نتائج عملت مباراة جيدة. ممتازة جدا في ضغوط رهيبة جدا. نعم. فده ناتج لقطاع الناشئين. فده الشغل الحمد لله اللي طلع من عند قطاع الناشئين من عندنا يعني. طيب بما انك معايا الحقيقه برضو، انا حابب ان انا اوجه لك التحيه على الاداء والشغل الجاد اللي احنا من خلال قناه النادي الاهلي دائما ما بنذيع مباريات فريق 2001 اللي انت مديره الفني في النادي الاهلي، عاملين اداء جيد وشكل جيد وشكل رائع. انا اسف، 2005. لا السنه دي 2001. 2001 صح. الشباب صح. كله دخل في بعض. معلش. انا الحمد لله يا كابتن اسلام بقالي دي 5 سنة ليا في قطاع الناشئين. بسم الله ما شاء الله. كله كان بيقول لي يا شريف انت يعني المفروض يعني الستيب اللي جاي خلاص، يعني كل سنه يقولوا لي كده. لا، هي مراحل التدريب صعبه مش سهله. عشان اتعلم صح لازم اخد الخطوات صح. والحمد لله دي يمكن اخر سنه يعني دي 5 سنة ليا، وخدت السلم تدريجي. اما 2001 ده احنا دلوقتي بنعتبره فريق الشباب. ما ده تحت أيوة الفريق يعني الاول على طول، الاقرب للفريق الاول. ده حقيقي، يمكن ده الفرقه اللي تحت الفريق الاول على طول. اوكي. وانا في تواصل دايما مع مستر كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ، عشان دايما اللعيبه اللي عندي، لان انا الفتره اللي فاتت كلها كان معايا مع محمد محمود ومحمود كهربا وزياد طارق وشادي. كانوا بيلعبوا بعض المباريات. مظبوط. كان في ناس عشان خلاص بره القايمه. زياد انا شفته لاعب اخر مبارتين مثلا. بالزبط. او اخر مباراه احنا عملناها، وكان كان ممتاز جدا. يمكن في مباراه فاركو كان احرز هدف، وشادي رضوان وعبد الرحمن مانو. كل اللعيبه مش عايز انسى حد طبعا، هقولهم لك لازم اقول لك كل اللعيبه طبعا. طبعا. فالحمد لله يمكن الفتره اللي فاتت دي ادينا بشكل كويس جدا. لان احنا دايما الفريق ده فريق الشباب بالذات يا كابتن اسلام بيقابل مشكله كبيره، لان ده دايما احنا بنقول هو ده اللي بيخدم على الفريق الاول دايما. صحيح. لان دايما اي اصابات او حاجه بتحصل في الفريق الاول يقول لك اديني المجموعه من فريق الشباب المميزه اللي عندك اللي تقدر تكمل معايا الفتره دي بسبب. نعم. الغيابات بتاعت الفريق الاول. مظبوط. فالحمد لله يمكن انا اقول لحضرتك ان احنا الفريق ده بالذات السنه اللي فاتت معظم القوام الرئيسي بتاعه يا في الدرجه الاولى فوق يا طلع اعارات. مظبوط. يعني وده نجاح بالمناسبه. طبعا ده نجاح كبير كمان. ما هو ده اللي بقوله يا كابتن اسلام، الحمد لله يمكن في ناس شككت نسبيا. حقيقي. في قوام قطاع الناشئين بعد النتائج. يعني انا كنت بشوفها نتائج كده، فريق ناشئين بيلعب مهما كان، هو مش يعني ده حقيقي. مش هنقول ان 2001 ده ناشئين، ولكن فريق الشباب بيلعب ما عندهمش خبره لعب ممتاز وكذا وكذا وكذا. انا بشوف ان قدموا مباريات على قد المتاح كويس جدا. ده انا شايف ان ده ممتاز جدا. والحمد لله اللعيبه اللي عندنا صدقني يا كابتن سامي مش هتلاقي قوه الشخصيه والسمات اللي احنا بنزرعها فيهم ان هم صغيرين موجودين في النادي. وبدليل بص كم عنصر من عناصر الشباب عندنا منتشرين في جميع الانديه في مصر. حقيقي. اعراض كلهم، ولعيبه بتكتسب خبرات وبنطلعها. مش شرط كل اللعيبه المميزه اللي عندي تبقى لعيبه في الدرجه الاولى. ما نعم ينفعش. بس هم خلي بالك، لا هم لعيبه في الدرجه الاولى. طبعا. لكن لعيبه في الدرجه الاولى في سموحه، ولعيبه في الدرجه الاولى في الجيش، ولعيبه في الدرجه الاولى في البنك الاهلي، ولعيبه ولاعبين في الدرجه الاولى في بقيه الانديه. بالظبط. وبالتالي كده. انت بتطلع مجموعه من اللاعبين واللي هتشوفه كويس هيجيبه. يكتسبوا خبرات ويرجعوا تاني. بالظبط. وعندنا مثال كمان، ان عندنا فوق محمد اشرف، محمد كوكا، احمد كوكا بتاع لعيب نص الملعب. عندنا رافت خليل 2004، مواليد 2004 كمان، وكان ميدو نبيل ظهر بمستوى جيد.
2004 عندنا احمد اشرف مستر كولر بالمناسبه معجب بيه جدا، لعيب كويس جدا. علي عمرو برضو راسترايكر محترم، كان بيطلع لفترات ويرجع تاني. كل اللعيبه اللي بتكلم فيها دي، غير بقى احنا عندنا كمان رجع لنا شادي رضوان. اوكي، شادي رضوان ده يا كابتن كان بقاله سنتين في البنك الاهلي. مظبوط، اعرف البنك الاهلي كان واحد من احسن الاجنحه في على مستوى كانش العالم بيلعب كتير في المرحله السنيه بالظبط. يعني انا راح المكان الناس ما قدرتش تستفيد بيه. شادي هو اللي معاه الكوره ده بالمناسبه، وهو ده واحرز جون في الاسماعيلي، مباراه الاسماعيلي الاخيره، كسبنا 3 كسبنا 3-0 الاسماعيلي في الاسماعيليه هناك. وده زياد طارق، بص الجول عامل ازاي، الله على الجمال، مستوى الله لعيبه على الحمد الجمال. لله على اعلى مستوى، سمات شخصيه على اعلى مستوى. ده زياد وفاركو طارق فريق كويس اللي انا محمد عارفه، رضا وعبد الرحمن مانو لعيبه على اعلى مستوى. وفاركو العربي فريق بدا كويس. جدا فاركو قبلها كان كسبان فريق كبير، فريق الزمالك يعني 6-1 قبلها في فاركو ضرب كسبان 6-1 6-1 قبل الماتش بتاعنا على الزمالك، طول. 6-1 6-1 6-1 والله النتيجه ماشي. دي. فاركو فاركو والله كان لابس احمر. كان لابس احمر نفس النتيجه. يلا فالحمد لله احنا الفتره اللي فاتت ادينا بشكل كويس، العناصر كلها بتاعتنا انا في عناصر مبشره جدا طبعا تخدم الفريق الاول وتليق انها تشارك في الفريق الاول كمان ان شاء الله. يعني يا أم سهل يا رب، لأنه في النهاية زي ما احنا قلنا أن نجاح قطاع الناشئين بيكون بهذا الشكل الرائع، ودور الحقيقة كابتن خالد بيبو اللي بيقوم بدور رائع جدا خلال الفترة الأخيرة، طبعا في ظل توجيهات مجلس إدارة محترم ولجنة تخطيط الحقيقة اللي عاملين شغل رائع. المنظومة كاملة، لازم نقول المنظومة كاملة، كابتن محمود ولجنة التخطيط وكابتن خالد بيبو الحقيقة كلهم ليهم دور كبير جدا فيما يحدث. ده حقيقي، ده حقيقي. يمكن احنا في البدايه بس يمكن انت حتى قبل الهوا كنت عمال تقول لي ان كابتن خالد بيبو عامل شغل كبير جدا، والناس والمنظومه ومجلس الاداره واللجنه الفنيه. صراحه انت قبل حتى على الهوا عمال تكلمني في النقطه دي بالذات يعني، فحابب برضه اتكلم في النقطه دي. كابتن خالد بيبو فعلا بيتعب جدا في قطاع الناشئين، وعامل تطور رهيب في على المستوى كمان البنيه التحتيه وكمان الحتت الاداريه كمان والمنظومه نفسها والسيستم الجديد اللي عامله. عامل شغل كبير جدا، يمكن الحمد لله في تطوير كبير جدا حتى في النتائج. لما تيجي تتكلم مثلا كابتن اسلام في نقطه، السنه اللي فاتت مشاركات القطاع عندنا كانت في 6 مشاركات في الدوري السنه اللي فاتت، احنا واخدين من ال6 مشاركات دول 4 بطولات. ولا حد بيتكلم يقول لك في قطاع الناشئين عندنا مش عارف ايه، والفريق الاول يوم محتاج احنا طلعنا له فريق كامل اشتغل فوق. ازاي ما يبقى نجاح كبير الحمد لله، وبدليل ان انت عندك حوالي 5-6 عناصر موجودين دلوقتي في الدرجه الاولى من قطاع الناشئين. لعيبه فعلا اللي هي 2001 2002 2004 كل العناصر دي موجوده فوق الاعمار السنيه دي حقيقي، وكمان مطلع اعراض كتير جدا بره. ده نجاح ولا مش نجاح؟ نجاح طبعا. بس فيعني النقط دي كان لازم ناكد عليها، لان فعلا وانا عارف ان انتوا هنا الحمد لله في القناه بتوضحوا كل الامور دي طبعا على قد ما بنقدر طبعًا. يعني ان احنا بنحاول على قد ما نقدر، عندنا 2005 عندهم مباراه باللاعب ونقدر نزاعها بنزاعها، 2001 عندنا مباراه بنقدر نزاعها بنزاعها، تقريبا كل المباريات اللي على ارضنا لكل المراحل السنيه طبعا ده بيكون بالاتفاق مع اداره الاعلام واداره القطاع مدير قطاع الناشئين كابتن خالد بيبو. ده حقيقي. لما بنتفق على حاجه بتتعمل، لانه جمهور الاهلي محتاج يشوف مثل هذه المباريات، يعني حاجه من حقوقنا بنحاول نعملها. ودي يا كابتن اسلام برضو مهم جدا ان انا اشكر حضرتك على الهوا، لان بصراحه انتوا قايمين بدور كبير جدا، حاجه على مستوى اعلى مستوى فني بصراحه في الاستديوهات والتغطيه الحمد العامه. يعني لما تيجي مباراه زي عندنا اللي انت غطيته هدي الاسبوعين اللي فاتوا، حاجه في قمه الروعه بصراحه. لا الحقيقه ده فبشكرك يعني جدا يعني على فعلا حاجه محترمه، وبشكر اداره القناه كامله يعني. طبعا، لكن هي دي حاجه الحقيقه ده واجبنا ومجهود كل العاملين في القناه. ده حقيقي. بيحاولوا على قد ما يقدروا خصوصا في قطاع الناشئين، لان انت خلي بالك دي حاجه حقوقنا. ده حقيقي. لكن هي بتبقى فيها بعض الصعوبات لامور معينه، والحقيقه كابتن خالد بيبو بيحاول يحل كل هذه الامور مع دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، لان بتبقى امور يعني فنيه اكتر منها. ده حقيقي. فنيه في التصوير يعني اكتر منها في اي شيء اخر، ولكن في النهايه نتمنى يا رب كل التوفيق لقطاع الناشئين. لكن ما هي الخطط المطروحه خلال الفتره القادمه لقطاع الناشئين بالكامل علشان نكتر عدد الناشئين اللي موجودين، ومين من اللي موجودين
ما لعبش فريق اول بترشحه للفريق الاول، انا عارف ان كله لعب فريق اول تقريبا معظمهم، بس في عناصر حتى مستر كولر لو لاحظت حضر مباراتين الاسبوعين اللي فاتوا، مظبوط، واحده ل 2005 وواحده ل 2001 اللي هي المباراه بتاعتنا. مستر كولر حتى قبل المباراه اتكلم معايا وقال لي انا نزلت لك عناصر معينه، كان في المترجم واقف معانا، قلت له متشكرين يا كوتش على ده، ووجودك ده داعم كبير لينا وداعم كبير للولاد عشان كله يثبت نفسه ويظهر امكانياته الحقيقيه. حتى الراجل بعد المباراه اشاد بمستوى المباراه وبمستوى اللي شافه بالروح والاداء. بالمناسبه هل هناك اتفاق على طريقه لعب معينه يا شريف، ولا هو بيسيبك تلعب براحتك؟ لا، مدي الحريه دايما، بيدونا بصراحه الحريه ان انت تشتغل كمدير فني عشان تقدر انت كمان تتعلم عمليه التطوير، لان انت ما عندكش ثبات حتى في التطوير الخططي او السيستم من فوق لتحت، ده مش موجود. بس في وقت معين بيبقى في تنسيق معنا مستر مايكل بروكيتش مدير الفني للقطاع، ده بيتواصل بشكل مباشر مع مستر كولر، فلو في اضافات بيقدروا يضيفوها بيضيفوها. مثلا عايزين، طب يعني يقولوا الفتره اللي جايه مثلا نلعب، مثلا يعني مثلا نلعب 5-3-2 مثلا، يعني هقول لحضرتك دي بتتم في البراعم دلوقتي، من دلوقتي عشان يطلعوا. بص يا كابتن اسلام عشان نكون واضحين، اتفضل. احنا الحمد لله القطاع عندنا بدا اعاده هيكله في كل شيء، نعم، في السيستم والتنظيم والفكره نفسها، انت ازاي بتطلع نشئ يصلح يكون لعيب محترف. نعم. احنا بنحط اللعيبه في ضغوط من هم عندهم 10 سنين و9 سنين. اوكي. ما ينفعش، الناس بره بتحط يا دوبك المنافسات الحقيقيه بتتم من 15 16 سنه. تمام؟ احنا عندنا في نادي الاهلي بنطبق ده، عشان كده جايبين راجل محترف موجود بيقدر ينظم لنا دي. دلوقتي الاولاد عندنا خلاص، انت بقيت تحط السيستم في الاجيال اللي طالعه. نعم. اللي ده هنقول 50-50 لان خلاص بقى عدى المرحله دي، فان شاء الله الفتره اللي جايه هتلاقوا حاجه مختلفه باذن الله. يعني عموما هنكمل كلامنا مع كابتن شريف. حقيقه قطاع الناشئين في النادي الاهلي عامل شغل رائع جدا جدا، خلال بعض الفترات كان بيتم الهجوم على قطاع الناشئين لان كان هناك امور خاصه او خلافات خاصه، سميها تصفيه حسابات يا كابتن او تصفيه حسابات، انا ما بحبش اقول الكلام لا هي كده، هي ما بين البعض و بعض الاسماء داخل القطاع، ولكن في النهايه احنا اللي يهمنا نتائج. دايما لما باجي اتكلم مع حضراتكم بتكلم بارقام، لو حضراتكم تشوفوا التطوير، بلاش التطوير الفني واضح جدا لكل الناس، ولكن ايضا تطوير في البنيه التحتيه، لانه مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه مع لجنه التخطيط مع كابتن خالد بيبو بيحاولوا يزقوا في هذا الامر بشكل كبير جدا 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 في كل المقرات النادي الاهلي، فما بالك بقطاع الناشئين. عارفين احنا قطاع الناشئين بيتلعب او كل حاجه بتخص قطاع الناشئين بتبقى في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، وبالتالي اللي يروح من 5-6 سنين يجي دلوقتي يشوف ان هناك اختلاف كبير جدا جدا في هذا القطاع. ولكن أنا عارف إن جمهور الأهلي دائما بينظر إلى الرقم واحد فقط ولا ينظر لأي شيء آخر، القادم دائما إن شاء الله يكون أفضل. خلينا نطلع فاصل، وبعد بقى هذا الفاصل نرجع نتكلم عن النادي الأهلي وعن كأس العالم بعد كده، نطلع فاصل ونرجع نكمل. قلشة دي يا شيري برضو. اتقالت لي قلشة، والله قلشة، شكلها قلشة كده وهي رايحة، وحد كان بيقول لك قلشة. أبو حسن بيقول لي جت صدفة كابتن أبو واحد جميل طبعا. فجمعنا، كانت عندنا تجمع في المنتخب بعدها على طول بالأسبوع اللي بعده على طول، فقال لي صدفه، قلت له صدفه ماشي، خدت بالظبط 3 كور والله يا كابتن اسلام، جبت من 3-2 من 3-2 زي دول بالظبط، زي دول بالظبط. طول عمرك بتشوط كويس جدا، الحمد لله بشوطها من بعيد يعني. طبعا على طلع على ايديك يا كابتن اسلام، انت عارف يعني والله يعني شغال الاسماعيلي يعني، كابتن اسلام هو اللي قال ان شريف عبد الفضيل هو هيبقى خليفتي بعد ما انا مظبوط. والله باك رايت، بس ما في الاسماعيلي حتى ما لعبتش، حتى في الاهلي ما لعبتش باك رايت. لا ما انا كان في نقص، ما هي الكوره سبحان الله بتبقى نصيب والله يا كابتن اسلام. فكان في نقص في المكان ده اللي هو السيرد باك او الاستوبر في الاسماعيلي، فالحمد لله تم اختياري، ومن ساعتها ما طلعتش من الملعب تاني، من الاستوبر من 2003 2004 مثلا لغايه لما بطلت. الحمد لله لغايه بقى لما بطلت اصابه. يعني معظم اصابات معنا برضو، كان في حاجات في دايما لعيب الكوره لو معهوش حد بيتابعه كويس في العقليه بالذات في المنتاليتي بتاعته هتبقى فيها مشكله. انا كنت فاكر ان القوه بتاخدها من الجيم او بالقوه العضليه، واطلع جبل واطلع مش عارف ايه، ده كله كان غلط طبعا، غلط. فكنت بعمل اكبر غلط، ستريس قوي جدا على العضلات، فده اللي كان بيسبب المشاكل. بس ادي كل الموضوع صحيح، ولا في اصابات ولا في حاجه. انت اللي كنت بتزود على نفسك، كنت بعمل لود. وبرضه دي دعوه لكل الشباب والناشئين، لا ده انا في النادي ممنوع حد يخش الجيم، ده سيستم عندنا، غير بمدرب الاحمال المختص بالفريق بتاعك ومدرب الاحمال المختص داخل الجيم.
اوكي ممنوع ملعب باتا اي لعيب يدخل الجيم يشتغل لوحده. ما انت جربت بقى وشفت. لا ده هو ده سيستم وانا اللي بشوفه في الجيم اصلا كمان بجري وراه. ممنوع. مفيش حاجه اسمها تخش تشتغل لوحدك. ما ينفعش ليه؟ لان انت بتاخد جرعه احمال وفي عندك تمرين او انت مخلص تمرين، فانت ما تعرفش ايه جرعه الاحمال اللي انت واخدها في الملعب. فانت ممكن تعمل لود على العضلات فتتعور صح تمام، او تيجي تاني يوم محمل ما تقدرش تتمرن. صحيح. فكل ده هي الموضوع كله بقى علم يا كابتن اسلام، غير ان احنا خلاص دلوقتي فترات الزمن بيتغير وفي علم دخل في الكوره بشكل كبير جدا. خلاص الكوره وصلت لمراحل بقت بيزنس كبير وعلم كبير وفيها تقدم كتير في كل شيء. فاللي مش هيتطور مع العلم والتقدم اللي في الكوره ده صدقنا هيبقى بعيد جدا. في لو رحنا لكاس العالم وكل مباراه او كل 3 ايام مباراه، ده ممكن في اثناء هذا الامر ان انا ادخل الجيم برضو بس تبقى حاجات خفيفه جدا، بتبقى حاجات للقوه من فوق ما تقدرش، وبعدين بتبقى عندك حاجه ضعيفه سنه بتحاول يعني اسمها مش عارف كنا بنعملها اللي هي حاجه خفيفه جدا يعني. ما هي حاجات بتبقى قوه خفيفه، قوه مثلا ما ينفعش تعمل اي لود على العضلات في الـ بالحديد. ليه كل يومين ثلاثه في خصوصا بتلعب بقى بطولات كبيره؟ لا هو بيديك دلوقتي قوه من فوق. أوكي. عشان تقدر تجمع العضلات تاني، وبتبقى قوه خفيفه بوزن الجسم كده في اليوم الخفيف مثلا، بس غير كده ما تقدرش تزود بعد كده، لان انت خلاص كل 3 ايام مباراه. صحيح. وبعدين ده ضغط رهيب بكاس عالم. صحيح. كاس العالم الضغط الطبيعي بتاعه ضغط النفسي كمان مختلف. كابتن الذهني والنفسي فيه الضغوط العصبيه في الكوره، ما في ناس اللي ما لعبتش ما تفهمش الكلام الصغير ده. صحيح. تفاصيل يا كابتن اسلام في الكوره كبيره جدا. احنا مع احترامنا كل اصدقائنا اللي طبعا محللين ونقاد في كل مكان بنحترمهم وكل حاجه، ولكن في تفاصيل في الكوره ما يعرفهاش غير سوري يعني شريف عبد الفضيل وكابتن اسلام. للناس اللي لعبت كوره. تفاصيل للناس اللي لعبت كوره. يعني عموما يعني قصدي دلوقتي يعني. ففي تفاصيل في الكوره احنا نعرفها. صحيح. الضغط العصبي لما اللعيب الكوره لو مضغوط عصبيا في حاجات هنا ما يقدرش ينفذها هنا. صحيح. يعني العقل ما يقدرش ينفذ، العقل في حاجات كتيره جدا عايز ينفذها، العضله نفسها ما تقدرش تنفذها لان في ضغط عصب رهيب. فالكوره طبعا فيها تفاصيل كتير جدا لو اتكلمنا فيها. هنكمل في كاس العالم، ولكن انا الحقيقه عجبني جدا اشرف حكيمي وعلاقته بوالده ووالدته. ده حقيقي. أيقونة بر الوالدين في المونديال. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير، تقرير مهم جدا جدا جدا، لأن احنا في مصر هنا الحقيقة وفي كل العالم العربي في العالم كله الحقيقة كمان، احنا مالناش غير دعاء أهالينا، والدك ووالدتك، محدش بيحبك زي والدك ووالدتك. طبعا. فخلينا نطلع نشوف هذا التقرير الهام جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم عن كأس العالم ايه اللي هيحصل. تظل دائما الام هي بالفعل ايقونه كل حاجه حلوه في حياتك يعني. ربنا يخلي امهاتنا وربنا يرحم امهات كل من توفت امه. النهارده الحقيقه يمكن في فوز تاريخي لتونس النهارده على فرنسا يا شريف. ده حقيقي كانت مباراه، يمكن شفت المباراه كلها شاهدتها. المنتخب التونسي كان نازل بكل قوه بصراحه. الشوط الاولاني تحس ان العكس. لا تحس ان تونس هي فرنسا. عندهم لعيبه على اعلى مستوى، عندهم لعيبه جامده جدا الى حد ما، ولكن في المقابل لو قابلت المنتخب التونسي المنتخب الفرنسي هتلاقي كل اللعيبه كلها في بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، برشلونه. طبعا جم في اخر تلت ساعه نزلوا المجموعه الرهيبه، ديمبلي على امبابي على جريزمان. يعني لقيت الماتش قلبوا الدنيا فايه كورتين كده وجابوا الجون وجريزمان اتلغى. الحمد لله ان هو طلع اوفسايد. يعني جريزمان اتعادل بس الحمد لله يعني الجون اتلغى. ايه اكتر حاجه لفت نظرك في كاس العالم بشكل عام بقى مش في مباراه النهارده؟ اولا بس رساله جديده ما كناش بنشوفها قبل كده، الوحدة العربية. نعم. دي أكتر حاجة أنا حبيتها جدا. التنظيم العالي قوي ده خارج نطاق الكرة اللي احنا بنتكلم فيه. في كمان الفرق الأوروبية جاية وعايزة تعمل نتائج مبكرة، وفي فرق أوروبية لو نتكلم على المستوى الفني مثلا هنتكلم إن في فرق عندها سكواد عالي جدا. عندك البرازيل، الأرجنتين لأ من السكواد بتاعهم مش عالي، البرازيل، البرتغال، انجلترا وفرنسا. دول 4 منتخبات عندهم سكواد يعني اقوى لعيبه موجوده. لعيبه بدلاء واساسيين. انت كمان في كريم بنزيما كمان اتصاب مع فرنسا كمان. عندك البرتغال لعيبتها على اعلى مستوى، انجلترا تبص منتخبين مش منتخب واحد. البدائل ما تفهمهاش من الاحتياطي. هولندا بالنسبه لك بتشوفها بعيده؟ لا مستوى الفني بعيد، السكواد ضعيف جدا، حتى اللعيبه فنيا حتى
المدرب كمان بيقدم لويس فان خال. فان خال بيقدم بمستوى ضعيف، وتحسه متخوف كل المباريات، نعم بيأمن جدا دفاعيا. المستوى المنتخب الألماني، منتخب الألوان زي ما بنقول، مش عاجبني خالص. مش ده المنتخب الألماني الرهيب. اسبانيا بقى المنتخب الأسباني السكواد بتاعه مش عالي برضو، خلي بس بالك عاملين مباراة حلوة عنده قوي. الأعمار السنية، الوسط الأعمار السنية صغيرة قوي كتير، مع الفرق التانية الأعمار السنية أكبر، مع السكواد الأعلى هتبقى فيها مشاكل. والدليل إن هي مع المنتخب الألماني اتعدلت، صحيح. وكانت ممكن تخسر كمان في الماتش ده بالذات، يعني مع إن ألمانيا كانت المفروض تكسب. نعم فبانت قوة أسبانيا قوي في ده، ما أنت ما قيمهاش قدام كوستاريكا صحيح. لما كسبت 7. إسبانيا كسبت كوستاريكا 7، فالمستوى الفني كان بعيد جدا. يعني إن شاء الله أنا شايف الانتخابات إن ده كان الافريقيه برضو يا شريف، يعني احنا شفنا السنغال السنغال وصعدوا بالفعل للدور ال 16، غانا عندها فرصه كبيره ده جدا ان هي حقيقي تصعد منتخب لدور قوي ال جدا، 16، أقوى منتخب. المغرب عندها فرصه كبيره جدا ان هي تصعد لدور ال 16. لا، وكمان يمكن الحاجة كمان الملفتة جدا في البطولة هي ظهور المنتخبات العربية والأفريقية والحقيقه بشكل مبالغ. ما اعرفش وجهه نظري ان كل الناس كانت شايفه ان المنتخبات الافريقيه لم تظهر بشكل جيد في بدايه في اللي هي في ده اول حقيقي. مباراه، هي منتخب وبعد سعودي بس المنتخبات العربيه هي اللي لا لا دلوقتي العكس، عكس الدنيا مشيت العكس. ده حقيقي. يمكن المنتخبات العربية بدأت بداية قوية جدا بالمنتخب السعودي، صحيح. وبعد كده بدأ المستوى في النزول، وبدأت المنتخبات الأفريقية هي في المستوى التصاعدي، تصعد. ومعاهم كمان المنتخب المغربي لا المنتخب بدأ المغربي طبعا، عدى ما في هو افريقي عربي. ما هو بقى ما هو عشان أفريقيا فبدأ في التصاعد هو كمان معاهم مع المنتخبات حقيقي. الأفريقية. بس إن شاء الله إن شاء الله هيبقى في تواجد سنغالي وغاني فوق، والمغرب إن شاء الله. يعني ايضا مين المنتخبات العربيه اللي ممكن يصعد بعد دور ال 16 او الافريقيه؟ يعني هل ممكن نشوف المغرب؟ هل ممكن نشوف السنغال؟ هل ممكن نشوف غانا؟ ثلاث منتخبات على مستوى عالي ممكن. جدا، واتوقع ان شاء الله على الاقل 2 من الـ3 هيصعدوا ان شاء الله يعني، واتمنى المنتخب المغربي طبعا. مين افضل لاعب عربي؟ في افضل لاعب دي صعبه اصلا، ما فيش حد بنقول حكيم دايما على زياش حكيم مثلا، ممكن اشرف حكيمي في مع المغرب. مع المغرب. عناصر عربية هي دي، مفيش هل أكتر من دلوقتي كده. أصبحت كرة القدم بعيدة عن الفردية؟ هل كرة القدم راحت للجماعية حتى في المنتخبات الكبيرة؟ يعني زمان لما كنا بنتكلم على الأرجنتين بنتكلم عن ميسي، ده حقيقي. قبل كده كان مارادونا، لما تيجي تتكلم عن البرازيل أيضا كنت بتتكلم عن رونالدو الأسطورة أو صحيح. الظاهرة. لما دلوقتي لغايه دلوقتي لما بتيجي تتكلم عن البرتغال، قبل كده كريستيانو رونالدو، دلوقتي لا، دلوقتي البرتغال فريق جماعي كامل، تقدر تتكلم عن برونو، تقدر تتكلم عن معظم كريستيانو اللاعبين اللي موجودين وفرناندو لعبوا في انديه كبيره جدا ده حقيقي. وبيلعبوا في انديه كبيره جدا. فهل انتقلت كره القدم من الشكل الفردي او من اللعيب الفردي او الاعتماد على اللاعب الفردي الى الاعتماد على الجماعيه في الاداء؟ الجماعية في كل شيء، في الأداء الهجومي والأداء الدفاعي والتنظيم الدفاعي والتنظيم الهجومي، نعم. كل دي اسمها جماعية الفريق، ما بتعتمدش أبدا على فرد واحد أو مهارة فرد واحد إلا إذا في أمور بسيطة جدا. ولكن الجماعية دلوقتي لو مش موجودة صعب جدا تكسب، بالذات في المنتخبات الكبيرة، وده شايفينه. القوة التنظيمية للفرق، وده التطور في كرة القدم دلوقتي. صحيح. عمليات التنظيم في الخطوط، الخط الخلفي والخط الوسط والخط الامامي بقت رهيبه جدا غير الاول خالص. مفيش المساحات بتاعت زمان، المساحات كلها كانت اول من 45 متر ل 35، صحيح. دلوقتي بقت 25، ده من خط الظهر للخط الامامي، ما نعم تبعدش عن 25 يارده. خط طولي فهمت. وامامي وعرضي وجانبي، التيم بقى بلوك واحد في كل صحيح اجزاء الملعب. صحيح. فهي دي دلوقتي خلاص كرة القدم اختلفت تماما. أنا بشوف إن نجم هذه البطولة الجماعية في الأداء. يعني ده حقيقي. الواضح إن أنت حتى لما تيجي تسأل أي حد، لما باجي أسأل أي حد مين نجم المباريات اللي أنت شفتها الفترة، ما حدش يديني اسم ما واحد. تلاقيش، لا تلاقيش. ما تلاقيش، تلاقي يقول لك فريق يعني ميسي يقول لك لا ما هو ميسي مش زي الأول، رونالدو طب رونالدو كبر، ده أصل مش حقيقي. عارف بنزيما مش موجود، طب مش عارف مين إيه. فدلوقتي أنا بشوف إن الجماعية هي اللي عاملة هذا الأمر. أتمنى إن ده كمان ينتقل إلى الدوري المصري ونشوف النادي الاهلي دايما. احنا دايما ميزه النادي الاهلي طوال حياته هي هو الجماعية.
الاعتماد على الجمعيه. عموما خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن النادي الاهلي، والنادي الاهلي يبحث عن مواصله الانتصارات امام طلائع الجيش ان شاء الله يوم الجمعه القادم، ونرجع نكمل او نختم بقى مع النادي الاهلي وايه اللي بيعمله النادي الاهلي او ايه اللي هيحصل مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين الشريف. عندنا مباراه مهمه جدا يوم الجمعه القادم امام نادي طلائع الجيش، بعد بقى ما قفلنا صفحه الكاس بدانا ننظر الى صفحه الدوري. ده حقيقي، يمكن نرجع للدوري المصري بتاعنا ان شاء الله نتعد، لان يعني ان شاء الله يبقى مباراه بدايه عوده الدوري، تبقى مباراه قويه جدا. نادي الجيش معروف دايما ان هو بيقدم مباريات قويه جدا قدام النادي الاهلي. وبيقدم دايما مباريات بيعمل فيها نقاط ايجابيه. فانا اعتقد ان دي مباراه مش عايز اقول مصيريه او في عوده الدوري بالذات، لان دي فريق نادي الجيش بالذات بيستعد كمان في مدير فني جديد كابتن محمد يوسف. صحيح، كابتن محمد يوسف جيب جهاز فني جديد، فدي قياده فنيه جديده، فده كمان دافع جديد للعيبه نادي الجيش. فاتمنى ان شاء الله يبقى اللعيبه في كامل تركيزها. اعتقد ان معظم اللعيبه خلاص هتبدا تشارك، العناصر الاساسيه كلها، لان هو كان مريح ناس كتير عشان ماتش الكاس. فهتبتدي، وفي ناس الحمد لله رجعت من الاصابات، اعتقد محمود متولي وعبد المنعم وان شاء الله واكرم توفيق، كل الناس دي ان شاء الله تبقى موجوده. الجيش بطريقه لعبه المعروفه طوال عمره، وهي طريقه اللعب الزون ديفنس. الزون ديفنس والاعتماد على الكاونتر اتاك، ده اللي بيتعمل. بص يا كابتن اسلام، ماتشاتنا اللي خسرناها قدام سموحه وخسرنا منها الدوري كان بنفس الطريقه، تعمل زون ديفنس اتاك، ثلاث كور اربع كور دخلوا فيه جوان. صحيح، هي كده بالظبط. يعني هات ماتشات سموحه اللي خسرناها مثلا، زون ديفنس بيعمل كومباك، منطقه زون زون ديفنس محترم في نص ملعبه، ويعمل كاونتر اتاك. هو ده اللي بيعمله. في هنا التوفيق وعمليه التنظيم الدفاعي دي مهمه جدا. يبقى انا دوري دايما التحفيز، انا طبعا مش عايز اخش في امور فنيه، ولكن طبعا اكيد مستر كولر والناس مذكرين الامور دي كلها طبعًا. اكيد دي حاجات فنيه اتكلموا فيها كتير جدا مع اللعيبه، بس هي الامور تبقى الديفنس مركز جدا مع العناصر اللي موجوده في النواحي. مثل هذه التكتلات كيف يمكن ان يتم فصلها وان احنا نقدر نجيب بقى اهداف؟ كره القدم هي حلولها دايما يا اما تصويب من بعيد، الحلول الجانبيه، الكروسات، الشوتنج من بعيد، الاختراقات الاماميه اذا كان بالدبل باس او الوان تو هات، كل دي. ولكن انت عناصر النادي الاهلي بتتكلم ان انت ليك سيستم واستراتيجي معين هتلعب بيه المباراه. وانت عارف ان انت الفرقه هتقفل قدامك بالشكل ده، يبقى انت كمدير فني اوريدي في استراتيجي معينه. صحيح. يا جماعه لو في عمليه تحضير من هنا يبقى في المناطق العكسيه اللي هي اسمها المنطقه الخامسه في الكوره، المناطق العكسيه دايما اللي هي عند الوينج رايت والوينج ليفت، لو الكوره عند الوينج رايت او الوينج ليفت بتعمل دايما في المنطقه العاميه اللي هي رقم خمسه على الباك العكسي ايا كان هو، دي دايما استراتيجي. صحيح. دي بتحل اللي هي مثلا انا بجمع هنا، لو شفت النهارده في الاسلام مثلا الجون بتاع اعتقد المحله كان بيلعب الاتحاد النهارده كسب وقدم مباراه كبيره جدا. دي واحده من الجمل اللي انا بقول لك عليها. انا متاكد ان الراجل المدير الفني صراحه بيشتغل على النقط دي، لان هو واضح جدا ان هي معموله اللي هي بقولها لك. اوكي، اللعيب قطع لجوه وعملها في العكسيه، في اتنين اوريدي موجودين هناك واقفين هم مستنيين، يعني هي جمله محفوظه، دي استراتيجي، ده متحفظ. أوكي. ده الشغل اللي بتكلم عليه. فمستر كولر بيعمل لنا من الوحدات دي كتير جدا. أوكي. حاجات مجمعه، حاجات العكسيه، كل ده موجود، وان شاء الله هيبقى الحلول موجوده يعني. يا رب ان شاء الله. شريف انا بشكرك جدا على تواجدك معانا النهارده، ودايما الحقيقه بنستمتع بوجودك معانا. شكرا جزيلا يا نجم على وجودك معانا، كل التوفيق طبعا مع فريق 2001، وان شاء الله نشوفك بقى مدير فني للنادي الاهلي وكل الانديه اللي انت نفسك فيها. متشكر جدا يا كابتن اسلام، انا مبسوط جدا بوجودي معاك، وان شاء الله ابقى معاك دايما على طول. تنورونا بقى ان شاء الله في مدينه نصر باذن الله زي ما عودتونا باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا النجم كابتن شريف عبد الفضيل. هطلع فاصل، وبعد الفاصل احمد مجدي ومحمد عبد الحافظ محلل كره القدم العالميه وكواليس المونديال من خلال هذه الفقره اللي حضراتكم دايما بتستنوها، ولكن بعد هذا الفاصل.